ورجعنا لكم مرة تانية كل مستمعي مدرسة الفن على زمالك اف ام، ومعانا على الهاتف الفنان عزيز الشافعي. استاذ عزيز مساء الخير. مساء الفل، ازاي حضرتك؟ ازاي يا دكتور؟ الحمد لله والله تمام. مصر كلها سعيدة والله، والزملكاوية كلهم سعداء بالمجهود الجميل اللي حضرتك عامله. يا رب دايما سعداء ان شاء الله. تمام. وكانت والله كانت لفتة ظريفة قوي وجود حضرتك في صباح الخير يا مصر من كام يوم كده، كانت جميلة جدا يعني. انا مشكورك ان انت اتصلت بيا برضه، انت كنت في التتر تقريبا وكلمتني. كانت وبشكرك على ان انت مهتم ومتابع يعني. العفو يا فندم، ده احنا يعني بيبقى يوم جميل جدا كده اللي نشوفك على الصبح كده على التلفزيون. يا رب دايما نشوفك على التلفزيون يا رب. الله يكرمك يا دكتور. قول لي بقى يا استاذ عزيز، في ناس زملكاويه بيتكلموا كتير النهارده على لقائك مع المخرج محمد ناصر، وفي كان في حد بيقول تقريبا ان محمد ناصر هيخرج فيديو من فيديوهات حضرتك او كليب تقريبا، هل الكلام ده صحيح؟ ايه هو بقى اللقاء ولا الكليب؟ لا الكليب، الاثنين يعني، كلمنا عنهم يعني. هو طبعا يعني انا كان في بيني وبين محمد ناصر المخرج قعده امبارح، وهو كان في المفروض ده طبعا بعد ما انا طلعت مع كابتن خالد الغندور وعرضت الاحتفالات بتاعتنا والصور الجميله والفيديوهات من كل دول العالم، وغنيت حاجات من الالبوم، ناس كتيره قوي حواليا، ناس كتير زملكاويه قالت لي لازم كل الدنيا تشوف الحاجات دي. صح مظبوط. دي بقت انا في رهبتي ان انا عندي الماتيريال دي كلها وفرحان بيها وعايز كل الناس تشوفها. مظبوط مظبوط. فالناس قالت ان مثال الانوار ده يعني، وانا ده رايي برضو مش راي الناس بس، اهم برنامج رياضي في مصر. مظبوط، وعنده نسبه مشاهده عاليه جدا، اكبر نسبه مشاهده، اللي بيطلع مع مدحت شلبي بيشوف الناس كلها. صح تمام. طبعا مخرج البرنامج هو محمد ناصر. مظبوط. انا عندي مشكله مع محمد ناصر بعد اغنيه احنا معاك يا عميد وكل الزملكاويه عارفين. صح. طبعا الكلام ده ايوه، فحصل يعني من خلال خالد طلعت الصحفي اللي هو ماسك موقع في الجول وموقع اتحاد الكوره، الراجل عمل قعده ل يعني تهديه بس قوي وثق معاد قبل الميعاد ده باسبوع، قال لي اطلع باسبوع الميعاد ده، كان في كلام ان انا اروح مسائل انوار. تمام. وفي ناس زملكاويه بعد ما قالوا اطلع، في ناس قليلين قالوا لا ما تطلعش هنطلع لو طلعت، فقلت يا جماعه خلاص على الصفحه بتاعتي انا لو هزعل زملكاوي واحد ملهاش لازمه فمش هطلع. بس المصلحه العامه يا استاذ عزيز بتقول ان انت تطلع، ده برنامج قوي. وهكمل لك بقى يعني. انا قلت يا جماعه خلاص بدل بقى يعني، لا يعني لو مصلحتي الشخصيه اصل الناس اعتبرتها ان انا عايز اشهر نفسي مثلا ولا حاجه، فانا قلت خلاص يا جماعه بلاش. فتغيير التردد بتاعي او ان انا ما بقيت مثلا مش كده مع الناس اللي عايزين اطلع، كابتن مدحت شلبي طلع وقال انا بيجي لي رسائل كتيره ما بتزهقش شغال علي الشافعي ليه؟ هو مين علي الشافعي ده اصلا؟ انا ما اعرفوش. تمام؟ تاني يوم انا كان معادي مع محمد نصر وانا كنت خلاص قررت ما اروحش. تمام. ما اروحش حتى الميعاد عشان خاطر ايه الكلام اللي قاله كابتن مدحت. تمام. لانه كان في اسلوب سخريه شويه، انا اعتبرت ان هو مش سخريه فيا انا على قد ما اعتبرت سخريه في الموضوع كله وفي اللي انا بمثله يعني. تمام. محمد نصر استقبل يعني، انا كنت هروح زي ما بقول لك اتاخرت مثلا يمكن ساعه الا ربع ساعه ونص، لكن طبعا قلت عيب ان انا ما اروحش يعني، هو الراجل يعني يعني لازم اروح له يعني في ميعاد يعني ما ينفعش ما اروحش. وهو اللي طالب ان هو يقابلك. والراجل استقبلني استقبال يعني اكثر من المتوقع بمراحل وكل احترام وكل ود وكل حب، وانا بلغته مسج قلت له يا محمد انت اهم مخرج رياضي في مصر. تمام. انت احسن مخرج رياضي في مصر ده في رايي، وانت راجل انا بحبوك، انت مش مشكله انك اهلاوي، المشكله انك متعصب، واحنا مش قليلين عشان تخسرنا، احنا مش عدد قليل الزمالك مش قليل عشان تخسرنا. قال والله انا بالعكس انا عايز اكسب جماهير الزمالك، انا نفسي ابدا صفحه جديده مع جماهير الزمالك، ده انا سبت برنامج اهلاوي عشان خاطر ما ازعلش جماهير الزمالك والاسماعيلي، ده انا. تمام. وقال انا عايز افتح صفحه جديده مع جماهير الزمالك وعايز اعمل لك حلقه حلوه واعمل لك شغل واعمل لك شغل. تمام. ده اللي حصل في القعده.
يعني ما كانش فيه حاجة عن ان هو يخرج كليب وعايز عايز اكمل لك بس لما كانت محمد غنزور كان طبعاً محمد عفيفي يعمل مونتاج على اغنية مظبوط لو طلعتك مع محمد نصر هو ده مش شرط لكن هو مطلوب وتعرف عليه يعني انا لو جيت عندك في البرنامج لازم اديها اغنية يا دكتور صح صح فلو وقت عنده مثلا امير مش معقول هطلع مثلا امير غير ما اديهم اغنيه يعملوا عليها مونتاج لا لازم هيبقى فيه ناريشن طبعا بتاع صوت بتاع اغنيه عشان هو فلازم عشان يذاعها لازم هيركب عليها صور في اول نصين بقى انها ملهاش علاقه بالكليبات المهويه لان واحد هيعمل السلاموني واحد هيعمل محمد جمعه وبتاع محمد جمعه ده يعني عليه مشاكل كتير يمكن ما تعملش خالص بسبب حاجات مش عايز اتكلم عليها دلوقتي انا فاهم يعني باختصار يا استاذ عزيز اللي عمله محمد عفيفي في الرياضه اليوم هيعمله نصر في مودرن لا برضه مش هعمله نصر يا دكتور لان انا طرحت الموضوع للاستفتاء ايوه لعمل الاستفتاء ده انا ما عملته الاسبوعين اللي فاتوا زعل الناس هناك في مودرن وطلعوا شتمونا على الهواء لكن انا برضه هرجع تاني الكوره في ملعب الجمهور اللي هو واثق فيا وبيتكلم معايا وانا بتكلم معاه انا شرحت الحكايه كده زي ما قلت لك على صفحتي في جروب المواهب سوا يا جماعه انا نفسي اطلع مع الناس كلها واشيل صور الفيديوهات دي واعرضها على العالم كله وكله يشوف احنا عملنا ايه هو ده احتفالنا واحنا نحتفل ونستخدم في حته صغيره ومحدش شافنا ولو نحتفل والناس كلها تشوف احتفالنا لا المفروض نحتفل كلنا والناس كلها تشوف احتفالنا كل حته كل حته واحنا نعمل فيها ليه ما اكسبش عرض جديده ليه ما اكسبش قناه ضدي اخليها معايا ليه ما اخليش الناس كفايه ان كانت مدحت شلبي امبارح طالع على الهوا يعتذر لي ثلاث مرات هو مش بيعتذر لي انا شخصيا هو بيعتذر للي انا بمثله ايوه صح فده دي عرض جديده ده قوه انت بتاخد مركز قوه بتاخد باور مظبوط بتبقى اقوى بتكسب احترام الناس انا احترمت بقى عشان امبارح يعني اقصى احترام في الدنيا لان هو راجل كبير قد ابويا وطلع اعتذر لي انا ازاي ارفض ان هو يطلع معايا ازاي باي حق يعني لا ما يصحش ما يصحش حتى يعني انا ما ينفعش واحد مهما اختلفنا عليه انجح مذيع واقوى مذيع لبرامج رياضيه في العالم العربي ده حتى اخلاقيا يا استاذ عزيز وادبيا ما يصحش ودينيا يعني. بقى طب دينيا نعم ودينيا يا دكتور ودينيا طبعا طب حد يقول لك تعالى نتصالح تقول له ايه لا لازم هصطلح طبعا انا شخصيا ما اتصالح لكن لو كانت جماهير الزمالك بقى مش عايزه الصلح خلاص انا هحترم الرغبه دي لكن انا شخصيا كواحد على واجب ديني واخلاقي وتربوي وتربيتي ان انا اصالح الناس وان الكبير ليه احترامه والكبير ليه تقديره حتى لو في اختلافات شخصيه طالما هو بدا وبادر بالصلح ما ينفعش اقول لا صح عندك حق دول في الاخر ناس يعني مصريين ومسلمين وناس محترمين وحتى لو هم كانوا حد مش مسلمين ده احنا ده لو اليهود يصالحك بتصالحه مش حتى مش يعني حتى بغض النظر عن الدين يعني الاخلاق والتربيه واحد اكبر مني وهو راجل ناجح راجل الناس كلها بتحب تطلع معاه وراجل نجم وانا شرفني كعزيز شرف اني اطلع معاه لكن هو الناس مش عايزاني اطلع لو ده هيسبب لو هيسبب ده ان انا اتهاجم من جوه الزملكاويه واتشتم من الزملكاويه فخلاص بلاش لو انا هيزعلكم ان انا انشر الاحتفالات بتاعت المهويه في كل حته لا خلينا نطلع في الحته معينه وما نطلعش في الباقي لا كده. هو اسمح لي هما الناس ما كانوش معترضين ان حضرتك تطلع في مساء الانوار لا بالعكس ده احنا عايزين نشوفك في مساء الانوار هما الناس كان اعتراضهم لان في كلام اتقال ان محمد نصر هيخرج كليب المئويه بتاع حضرتك واعتقد ده يعني هو عشان اطلع في شرط متعارف عليه هو مش شرط بس هو عرف ان لازم ياخد اغنيه يحط عليها صور للعيبه والرموز وبتاع زي ما عمل محمد عفيفي زي ما عمل محمد عفيفي في الرياضه اليوم وده شيء عادي لو الناس قبل ده من خلال موقعك انت ومن خلال طول باور ومن خلال تي في وفانز يقولوا احنا قابلين مش قابلين يقولوا مش قابلين وخلاص انا بتكلم معاك دلوقتي انت راجل مسموع والناس كلها بتسمعك يقولوا هم مش قابلين خلاص بلاش بس يقرروا هو الموضوع من كل جوانبه طيب احنا نعمل استفتاء على موقع الاذاعه عندنا اللي هو زمالك دوت اف ام ونشرح لهم الموضوع بالتفصيل وليهم ان هم يقولوا موافقين او غير موافقين ونبلغ حضرتك بالنتيجه بتاعه والله يا ريت يا دكتور يا ريت بشكرك انت من البدايه معايا في كل خطوه ومعلش احنا عندنا مشاكل نتخطاها مع بعض ونساعد بعض فيها لان الموضوع مش صغير موضوع كبير فلازم يبقى فيه عقبات اكيد وبعدين هقول لحضرتك ده المشاكل الكبيره لسه هتيجي يعني لا انا مشاكل دلوقتي سيادتك انا داخل نادي الزمالك دلوقتي
هو داخل بقى المشاكل الحقيقيه. ايوه، فلا الكلام ده كلام حاجات خفيفه قوي كده يعني، تعدي بالراحه يعني، ما فيهاش مشاكل ان شاء الله. ده احنا عايزين بالك انا لسه كل مشاكلي مع الزملكاويه. اه كده لغايه دلوقتي ما عنديش مشكله مع اي واحد اهلاوي. لا احنا عايزين كلنا زملكاويه، كلنا الملايين الزمالك كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض كده عشان نقف قدام اي مشكله تواجهنا ان شاء الله، عشان نخرج بالمئويه بتاعتنا في احسن صورها يعني. وانا بنقل لحضرتك ميرسي خالص، انا بنقل لحضرتك والله حب جماهير نادي الزمالك كلهم ومستمعي الاذاعه كلهم. ايتم وكاس وعرض وكل الناس يعني. ميرسي خالص يا فندم، شكرا جدا. ميرسي خالص يا استاذ علي، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، ميرسي خالص، سلام دخلتك، شكرا، مع السلامه. ده كان الفنان عزيز شافعي، واعتقد يا جماعه ان هو الراجل يعني وضح الامور بطريقه كتير قوي من الكلام اللي احنا سمعناه، وانا هحاول اخليه بطريقه اوضح. عزيز شافعي استضافه كابتن خالد الغندور في برنامج الرياضه اليوم. احنا شفنا الاغنيه بتاعه الاستاذ عزيز الشافعي، لازم عشان تتذاع، ما هو مش هيذاعها صوت بس، لازم هتبقى، لان دي قناه مرئيه هتتذاع صوت وصوره. فاللي حصل ان محمد عفيفي جاب شويه مواد فيلميه، حاجات قديمه وحاجات جديده، وركبها على صوت الاغنيه. فلو الفنان عزيز الشافعي راح عشان يظهر في مساء الانوار مع مدحت شلبي، لازم هيعملوا كده، مش هينفع يذيعوا صوت الاغنيه لوحده، فلازم المخرج بتاع البرنامج اكس السين صاد عين من الناس، لازم هيركب عليها مادة فيلمية عشان يذاعها. هو مش هياخد طبعا اللي عمله محمد عفيفي في الرياضة اليوم ويذيعه، لان ده شغل حد تاني، شغل قناة دريم. فلازم محمد ناصر هيركب عليها صور، ده اللي الفنان عزيز شافعي بيحاول يشرحه للناس. وهو بيقول قولوا لنا رأيكم ايه، لو انتوا مش موافقين، لو جماهير الزمالك مش موافقه، هو الراجل عنده استعداد ان هو ما يطلعش في مساء الانوار. لو جماهير الزمالك موافقه على ان هو يظهر في مساء الانوار، بروفايدنج طبعا ان محمد نصر هيعمل ماده فيلميه للاغنيه اللي هتتذاع زي ما عمل محمد عفيفي كده، فالراجل ما عندوش مانع. هو بيقول اهو ان لو في اي حاجه جمهور الزمالك هيزعل منها، لا انا مش هعملها. فبصراحة الراجل عداه العيب يعني. قولوا لنا ايه رأيكم، هل توافقوا على ظهور، هل توافقوا على ظهور عزيز الشافعي في برنامج مساء الانوار ولا لا؟ خلاص بقى ما بقاش فيه ان محمد نصر هيعمل كليب المئوية، ما بقاش كليب المئوية، كليب المئوية اللي شغالين فيه اتنين مخرجين تانيين، اللي هو فيه 12,000 واحد بعتوا فيديوهات من جميع انحاء العالم عشان يشاركوا فيه، ده حاجه، وظهور عزيز الشافعي في مساء الانوار ده حاجه تانيه. قولوا لنا ايه رايكم، موافقين على ظهور عزيز الشافعي في مساء الانوار، نعم او لا؟ تمام، بحيث ان الراجل عايز يقرر اذا كان هيظهر ولا لا. واعتقد ان هو كان صريح انف ان هو يقول لو جماهير نادي الزمالك معترضة انا مش هظهر، لان هو يعني من وجهة نظره هو بيعمل كل ده عشان جماهير نادي الزمالك.